علشان تقف مع غزة روح ادي صوتك لعبد الفتاح السيسي. سبحان الله، كل مشاكلهم وبلاويها وبلاويهم يخلوها تحت إطار الوطنية والوطن والزعامة والعظمة. معلش ان النهاردة الدولار وصل 50 جنيه في دولة اقتصادها عمال يفشل يوم ورا التاني، وسعر كيلو السكر من 40 جنيه ل50 جنيه، وتسألهم ليه يا جماعة؟ يقولك اصل اقتصادنا اتأثر بالحرب اللي دايرة في غزة. يطلع عم ابراهيم هناك جاي من جنة يقول له تعالى يا عم، ليه سعر كيلو السكر ايه علاقته بالحرب اللي في غزة؟ هي غزة كان فيها غيطان قصب السكر ولا البنجر؟ يقول له معلش اصل يعني الحرب في غزة، وقبلها معلش الحرب في اوكرانيا، وحقكم علينا الحرب اللي كانت موضوع كورونا، واصل معلش الاخوان كانوا بيسدوا البلاعات. كل حاجة ليها حجة وليها شماعة الا ان الحكومة فاشلة، او انك لا سمح الله تقول ان الزعيم الملهم بتاع ففهمناها سليمان هو اللي فاشل ورؤيته غلط. حسك عينك تغلط في الزعيم، شك في نفسك، شك في نفسك، شك في اللي حواليك، شك في البلد، انما تتجرأ وتقول ان الزعيم غلط تبقى انت مش وطني. ويطلع الحنجوريين يقول لك احمد ربنا على الامن والامان، بص حواليك واحمد ربنا. انت مين يا الدولار ابو 50 جنيه ده هيبقى ب 55 و60 جنيه في ظل السياسه الاقتصاديه اللي قايمه على ايه؟ جيف مي بقشيش يا خواجه، اديني طويل العمر عشان ابني البرج الايقوني فطويل العمر زهق. احنا يا جماعه في مصر ماشيين بالمثل الشعبي اللي بيقول ملقوش العيش يتعشوه جابوا قرد ينططوه. احنا مش لاقيين العيش نتعشاه فبنجيب القرد وتنططه، مش لاقيين نكفي حال بلدنا فبنروح نعمل اطول سارية علم في مش عارف ايه. احنا عندنا البرج الايقوني وعندنا اعلام بيعمل لك من الحبة قبة ومن الفسيخ شربات، وبيعمل لك اللي ما عملوش الصحراء في عهد فرعون وسيدنا موسى. تسمع الاخبار تحس ان احنا زي الراجل بتاع التوك توك، فاكرين احنا باريس؟ انت ماشي في شوارع بروكسل وشوارع استوكهولم، تبص حواليك كده والله ما تلاقي نفسك حتى في الصومال. الصومال بقت احسن.